السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. واحنا جانا لكم فيديو جديد، دائما كنحاول نشارك معكم افكار ومشاريع يعني اللي تقدر ان شاء الله تعود عليكم بالنفع وتعيشكم الحريه الماليه. هذا هو الهدف ديالنا، هو انكم ما تبقاوش خدامين مع الناس. اذا اخوان، بالنسبه للناس اللي امرك تشاهدوا الفيديو ديالنا، طبعا ما تنساوش تشترك في القناه في البطونه تحت الكي الحمراء، وكذلك تخلي لنا لايك للفيديو هذا طبعا الى عجبكم، باش تعاونوا الناس نستمروا في المزيد ان شاء الله. اذا كما شفتوا معايا الاخوان في المقدمه ديال الفيديو اليوم، ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الاله اللي الصراحه واعره وكتطبع حتى هي على كل شيء. آلة يعني باقة جديدة كما كنقولوا، باقة آخر ما كاين، هي آلة ديال كولوب. كما كتعرفوا كولوب راه شركة قديمة، ماشي شي شركة يلا صنعت شي يلا صنعت هادشي. هذا عندها لي كاشي مثلا بحال هادو، عندها لي كاشي كما كتشوفوا كولوب، يعني شركة قديمة كتصنع بزاف ديال الأشياء، ماشي عندها غير هاد الماكينة هادي. إذا هاد الماكينة ديال الإخوان كطبع على بزاف ديال السيبور، كطبع على بزاف ديال الخامات كما كان اللي جينا نقولوا، والثمن ديالها الاخوان تقريبا 4000 درهم كما شفتوا معايا. اذا الاخوان، هاد الاله هذه الصراحه اللي واعره بزاف، تقدر تبدا بها المشروع ديالك. بالنسبه للناس راه كاين ناس كيبيعوها في المغرب، وتقدر تدومونديها يعني من علي اكسبريس ولا موغيزي، ولا تشوف شي واحد يصيفط لك الى غير ذلك. اذا الاخوان، هذه الاله هذه باش كتميز هو انها صراحه آلة اللي يعني صغيره، يعني الحجم ديالها صغير تقريبا ما كتفوتش 15 سنتيم، ولكن المردوديه ديالها كبيره بزاف. كيف ما قلت لكم الاخوان، تقدر تطبع لك على تيشيرت، تقدر تطبع لك على البلاستيك، تقدر تطبع لك على انفلوب، تقدر تطبع لك على البابيي، تقدر تطبع لك على يعني الاشياء اللي مستحيل انها تطبع لك اله اخرى. هذه تقريبا الشكل ديالها بحال اليوفي، وكذلك راه المود ديال الكولور ديالها يعني المود ديال سي ام جي ان، كتاخذ يعني اربعه د الالوانات، الجون والكحل والصفر والزرق. اذا كتاخذ اربعه ديال لي مود، وكذلك كتاخذ الكارطوش ديالها صغيره، يعني هاد الكارطوش كامله يعني انتغري فيها اربعه د الالوانات، وكذلك الاخوان يعني فيها الصاج ديالها وداكشي، يعني آلة مكمولة كاملة مكمولة، مع الوان داكشي صغير بحال مثلا يعني التاريخ دات ديكسبيغاسيون، كطبع على البلاستيك، كطبع على الثوب. يعني الصراحة الإخوان، آلة يعني منافسة للآلة ديال اليوفي، غير شنو هادي عملوها غير داكشي الصغير، تقدر تهزها معاك ديرها معاك في الكارطابل ديالك إلى غير ذلك. وخصوصا الكاليتي ديالها صراحة الإخوان، الكاليتي ديالها واعرة كما كتشوفوا معايا، يعني آلة تعول عليها كما كنقولوا. آلة اللي ديجا حطيت يعني في الفيديوهات السابقة بحال آلة اليوفي، هذيك الكميات الكبيرة، هذي الإخوان الكميات الصغيرة تقدر راه ملاحظة الإخوان، راه تقدر يعني دخل فلوسها في الشهر الاولاني هاد الاله هادي، لان التكلفه ديال داكشي اللي كطبع راه الصراحه غالي بزاف. يعني تقدر مثلا تطبع على شي حاجه مستحيله، مثلا تطبع على شي بلاستيك الى غير ذلك، والطبعه راه كتوصل حتى 40 درهم حتى 50 درهم. وشوف الكونسومبل، وحتى الكونسومبل الاخوان، بالنسبه للناس اللي كيسقسيوني على الى شرينا الاله في غادي نجبروا يعني البياس دو روشونج ديالها، يعني قطع الغيار، وكذلك يعني الحبر ديالها، هادشي كامل الاخوان راه موجود. يعني اون فوا كتخرج الاله راه والا وكيخرجوا يعني قطع الغيار ديالها وكذلك الحبر ديالها. اذا الاخوان، شنو كتسناو؟ ما عليكم غير تبداو، والحمد لله حنا في القناه ديالنا دائما كنجيبكم الجديد الجديد الجديد، فيما كانت شي اله جديده كنحاولوا نشاركوها معكم. وبزاف ديال الناس يعني الحمد لله يعني كيشريوا الالات، وكنفرح ملي كنشوفهم كيصيفطوا لي يعني عبر الانستغرام الى غير ذلك، وكنشوف يعني الناس تبارك الله يعني ماشيه وكتانفلونسر في شي حاجه اللي كتعود عليها بالنفع. كما كتشوفوا معايا الاخوان، اله صراحه اللي بسيطه جدا، ولكن المردوديه ديالها كبيره. وفي نفس الوقت الاخوان، كاين الاله ديالها الكبرى، هذه يعني الاله يعني عملوها للناس اللي كيتحركوا، خصوصا هاد الاخوان ما كتحتاجش البرونشمو. الالات الاخرى يعني كيحتاجوا ضروري خصك تكون مربوط، ضروري خصك تكون عامله في الضوء عاد تطبع بها. هذه لا، هذه يعني كتشارجا وفي نفس الوقت كتطبع عليها، كتطبع عليها حتى لي زيتيكيت دو مارك الاخوان. لي زيتيكيت دو مارك هما لي زيتيكيت اللي كيكونوا على يعني على البياس، يعني على لي تيشيرت ولا على الاثواب الى غير ذلك. كتطبع الريبون، يعني الريبون كامله تقدر تطبعها لك، وكتحتاج غير الطريقه او التقنيه كيفاش غادي تطبع. يعني ايفوا الاخوان، كتشريو الاله راه ما كتحدش في داكشي اللي كتشوفوا، تقدروا تعملوا الشهاد من عندكم الشخصي، وكذلك الاخوان غادي يعني غادي تعرفوا شنو كتطبع اكثر. اذا الاخوان، بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي واش غادي تخرجنا الى شرينا هذه الاله هذه، طبعا غادي تخرجك. وملاحظه الاخوان، يعني
الناس كيعملوا واحد الحاجه الا وكتخرج يعني الكونسومور ديالها ضروري غادي يخرجك يعني غادي يخلي لك مصدر للربح، ولكن انت خصك تكون هنا كتلعب التجربه، هنا كتلعب التجربه لانها خصك تعرف شنو الحاجه اللي غادي تطبع والحاجه اللي فيها الفلوس. حتى مثلا انا ما شبرش نطبع شي حاجه غير هذا اللي قادر نطبعها انا في فوتوكوبي ولا قادر نطبعها في في, في 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 شيء من هذا القبيل. كنخليها الاخوان كنخليها شي حاجه اللي مستحيله تطبع كيف ما قلت لكم، بحال مثلا السينتات لي ريبون الا ما كانت عندك الاله ديال السوبليماسيون راه كطبع بهذه الاله هذه وان شاء الله يعني كتيسر الامور. كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان اله كامله مكموله والحمد لله، يعني حنايا كما قلت لكم كنحاولوا نجيبوا لكم افكار ومشاريع، وانتم الاخوان انا كنعطيكم فكره وانتم زيدوا دخلوا قلبوا عليها، يعني ديال الكولوب اسمها كولوب ماشين ديال الكترو ماشين نيميريك بورتابل، يعني ماشين نيميريك محموله. كما كتشوفوا راه العلم راه ماشي وكيتطور الاخوان، راه ما بقاش داكشي اللي كتعرفوا، ضروري خصك تكون عندك امبريمونت ما نعرف فين الى غير ذلك باش عادي يمكن لك الطباع. دابا يمكن لك تكون عندك امبريمونت مهزوزه معاك يعني محموله يعني بورتابل تديها فيما بغيتي، والصرف ديال الاخوان الصرف راه كيصبر. وصراحه كولوب كيف ما قلت لكم يعني راه ماركه معروفه ماشي شي ماركه يلا بدات الى غير ذلك. اذا الاخوان كطبع حتى على الزاج وانت يعني تقدر تعمل لها غير القالب ديالها وغادي تطبع لك على كل شيء. يعني هذه اخوان كنشوفها يعني مشروع مربح تقدر تبدا به، وخصوصا يعني التكلفه ديالو ماشي غاليه، ربما تقدر تكون هذه انها سبب باش انك ديفلوبي المشروع ديالك، تجيب هذه الاله هذه تعرف الناس الى غير ذلك. لان الاخوان راه الثانيه ديال هذه هي الاله ديال اليوفي، الاله ديال اليوفي معروفه راه الثمن ديالها 6 مليون ونص 5 مليون الى غير ذلك، ولكن انت ما تكونش قادر انك تشري هذه الاله هذه. اذا ما عليك غير تشري بالاله اقتصاديه، يعني كل اله كاينه اقتصاديه ديالها. هاد اي مارك ديال ماشين نيميريك بورتابل صراحه اللي اله واعره بزاف، وفي نفس الوقت راه كيف ما كنقولوا في غايه الروعه. يعني الناس اللي عجبتهم ربما تقدر ما تبداش بها مشروع، تخليها غير يعني تخليها لنفسك تقدر تحتاجها، وخصوصا يعني هذه صالحه للجميع الاخوان، ماشي ضروري انك تيكون عندك مشروع عاد باش تبدا بها. كاين الناس يعني كيعجبهم داكشي انيق الى غير ذلك يشبروها وكتكون عجبه تكون عندهم محموله معاهم يطبع بها شي حاجات الى غير ذلك، مثلا يطبع شي سينتات، يطبع شي بوشيطا، يطبع كارت تاع اي دي كارت، يعني كارت بي في سي بحال كارت ناسيونال كطبعها، شرط انها تكون مات. وخصوصا ملاحظه اخوان ما قلت لكمش هو انها يعني يكونوا لي سيبور مات ماشي بريو، لان بريو ما كيعاونش بزاف اكثر من المات. المات اخوان كطلع فيه واحد الكاليتي اللي خياليه. اذا اخوان شنو كتسناو؟ الى عجبتكم الاله دخلوا وتوكلوا على الله وبداو. كان معكم هشام الدمج مصمم اشهري، تنساوش تخليونا الاخوان نشارك في القناه ودعمونا بلايك ان شاء الله باش الفيديو يوصل اكبر عدد من المشاهدين. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله، نهاركم مبروك، سلام.